الشباب البطال وكذا المواطنين. نتابع مع حمزة زروقي وحميد عوادي. التوسع العمراني الذي تشهده ولاية غليظان جعل من عملية تنظيفها صعبة، فرغم تسخيرات الولاية إلا أنها غير كافية. ليكون الحل إدماج الشباب المستفيد من عتاد أنساج وكناك في العملية. هذا المبلغ 6 مليون درهم كون يعطي مثلا يعطوهم هذه الأخرى تبلي باللي يخدموا. فكرة الاستعانة بهؤلاء الشباب كان محل ترحيب الجميع، فهي ستعمل على إعطاء الفرصة لهم للاندماج فعالا بالشغل واستغلال وسائلهم. من دابين هذو مبادرة هذه مليحة ويعطونا شوية كونترا باش شوية يعاونونا شوية. أنا في أزمة كبيرة كاع. من دابين يجوزونا شوية. أيوا سخي نقلوا فين شوية نعاونونا البلدية باهي شوية يعاونونا ونعاونوهم. ماذا بينا باه يعطونا خدمة؟ ماذا بينا يعطونا خدمة؟ انه مازال نقوموا الكونترا تاعنا نولوا خلصوها ناكلوا ونشربوا غايه. ماذا بينا احنا يعطونا خدمه؟ ماذا بينا؟ هذه سما اكثر من البطاله والله العظيم. 100,000 تاع المازوت ما كان. العمل على اشراك اصحاب القروض في هكذا مشاريع سيعمل على تغطيه العجز على مستويات وقطاعات عديده. إلى جنوب الوطن، أبدى البعض من سكان ولاية طنرس تذمرهم بسبب أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها، خاصة وأن بعض السكنات الجاهزة لم توزع والبعض الآخر منها تحول إلى سكنات للأفارقة. ميكروفون عبد الرزاق حجي. صور قبل أدري يا باشي باشي. اللي نوجهوها المعالي وزير السكن، يا وزير السكن، السكن يعاني في طامن راسد. السكنات كاينين سكنات جاهزه ما توزعوا وسكن